السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تفسير رقم 16 وفك رموزها وتعبيرها. يعني أحد الأحباب بالله قال أنه شاف رقم 16 وقال سلام الشيخ عماد، أنا اسمي إلياس، حلمت رقم 16 وتفسيره، بس رقم 16. كما عودتكم أحباب الله بالأرقام، أول ما بنأخذ رقم سورة، سورة القرآن 114، فرقم 16 هي سورة النحل. فسورة النحل بتدل على إيش؟ على فيها آيات الشفاء، فإن كان مريض فبإذن الله راح يشفيه، وإنه يبحث في سورة النحل ويقرأها ويتلوها ففيها خير عظيم له وفرج من كرب. هاي أول احتمال، لأنه رقم 16 بس شافه، وأنا ما بعرف يعني شخصية الإنسان هذا الأخ في الله الحبيب الله، وما بعرف ظروفه، بس أنا بحكي لكم شو تفسير رقم 16. وممكن يكون حدث في خلال 16 يوم أو 16 شهر راح يشاهده هذا الرائي، حدث يهمه هو شخصيا، يعني مش من الألقاب اللي عامة، مثلا زي رقم 19، رقم 7، رقم 6، فهمت علي أحباب الله، رقم 12، رقم 13، في أرقام إلها بتدل على رؤية عامة، فهمت علي أحباب الله، بس هذا رقم خاص بي. عشان هيك سورة قاف 38 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هسا عندك رقم 16، يعني الله سبحانه وتعالى كأنه بدلنا، أو يمكن يكون إنه بدلنا على إحنا إنه باليوم الآخر. يعني رقم واحد لما خلق اليوم أول والرقم 6 فصلتم عن بعض، إذا إحنا باليوم الآخر من علامات الساعة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، والله أعلى وأعلم. هذا أنا شفته إيش رقم 16، ممكن عاد يشوف شيء آخر، لكل مجتهد النصيب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.